بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبنات الصف الثاني الثانوي، ده إن شاء الله ميعادنا مع الدرس الأخير في الوحدة الرابعة وفي المنهج عنوان الحياة العلمية وفنون العمارة. نتكلم على الحياة العلمية واهتمام الدولة الإسلامية بالعلماء. لازم نعرف إن الحضارة الإسلامية اهتمت اهتمام كبير جدا 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 بالناحية العلمية، ويكفي أن أول ما نزل من القرآن الكريم قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق، والإسلام ما اهتمش بس بالعلوم الدينية وما يخص المسلم من علوم القرآن والفقه والتفسير والحديث، ولكن الإسلام كمان اهتم بالعلوم المختلفة في الرياضة والفلك والكيمياء والفيزياء والطب وغيرها، وده اللي هنستعرضه إن شاء الله خلال الدرس إن شاء الله. زي ما اتكلمنا عن الفلاح وأساس الحياة الزراعية وأساس الاقتصاد في الدولة الإسلامية، فالعلماء هم عماد الثورة العلمية وعماد العلم، فكانت الدولة الإسلامية تهتم اهتمام كبير جدا 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 ب العلماء والمعلمين، من خلال ان العلماء والمعلمين كانت الدولة توفر لهم الرواتب الشهرية، وكانت بتهتم من خلال الدولة بتوفير معيشة كريمة تليق بالعلماء والمعلمين اللي كان بيتم تعيينهم في المدارس ودور الحديث والبيمارستان اللي هي المستشفى اللي كان بيتم فيها تعليم علوم الطب المختلفة، وكان التخصص ليهم رواتب معينة، وكانت الدولة كمان بتوفر ليهم أماكن للفطر العلم للسكن، أماكن ما بين الدروس والصلاة، أماكن للاستراحة. طبعا الكلام ده ممكن نلاقيه على سبيل المثال في مدرسة السلطان حسن في القاهرة اللي كانت في عصر المماليك. كمان كان الخلفاء والملوك والأمراء والسلاطين بيغدقوا على العلماء بالهبات والعطايا والمنح. على سبيل المثال خليفة عظيم زي الخليفة العباسي المأمون اللي كان بيعطي وزن الكتاب المترجم للغة العربية لصاحبه تهب، وطبعا ده إن دل على شيء يدل على اهتمام الدولة ودولة الخلافة اهتمامها بالعلم، لأن طبعا يعني اللي بيحمل العلم ويورثه للطلبة هم العلماء. ما كانش هؤلاء العلماء يتم تكريمهم، مين اللي هتكرم في الدولة؟ فكان الخلفاء بي 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 يعني بيهتموا اهتمام بالغ جدا 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 بتوقير واحترام العلماء ويقربونهم إلى المجالس، وده كان بيحصل في عصر الخليفة معاوية بن أبي سفيان، كان بيضم المجلس الكثير من العلماء، ونفس القصة كان بفعل بيقوم بها الخليفة العباسي المأمون، ومن قبله كان طبعا هارون الرشيد. طيب الناس كانت بتتعلم فين؟ كان الاهتمام بدور العلم المختلفة كان واضح بشكل قوي جدا في بداية الدولة الإسلامية، كان اهتمام بالأول بالعلوم الدينية، أما في العصر الأموي فكان اهتمام بالعلوم التجريبية، أما في العصر العباسي فكانت قمة الازدهار في العلوم المختلفة. طب الناس كانت بتتعلم فين؟ أول أماكن تعلموا المسلمين كان المساجد، وده اللي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل المدينة المنورة، ثم الكتاتيب لتحفيظ القرآن الكريم وعلوم القراءة، ثم اتسعت الكتاتيب لتشمل المدارس، وكان يذهب الطلاب إلى المكتبات بفروعها وأنواعها المختلفة. المساجد بدأ يتم تأسيس المسجد النبوي في المدينة النبوية، وكان المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليه دور كبير جدا في نشر علوم القرآن وتفسيره. بس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا، من المساجد أيضا مسجد عمرو بن العاص في مصر، وأول مساجد أفريقيا طبعا كان يتم تدريس في المسجد حلقات لتحفيظ القرآن لتعليم الفقه والحديث، زي الحلقة الخاصة
بالإمام مالك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بالإمام الشافعي في مسجد عمرو بن العاص. وطبعا الجامع الأزهر كان من خلال أروقته المختلفة ما زال يعج ويزدهر بالطلبة الغير عرب لكنهم مسلمون، وخاصة الأفارقة، بيتلقوا العلم والإعاشة في هذه المساجد، طبعا على سطح زي ما قلت المسجد الأزهر في مصر. نيجي للكتاتيب، وكانت كان الكتاب معناه مكان كان بيلحق فيه الأول مكان لتحفيظ القرآن، ثم ازداد نشاطه لتعليم الكتابة والحساب، الخط العربي، القصص. وكان طبعا الكتاتيب اللي هي النهاردة ممكن نقول عليها المدارس الابتدائي، كانت هي دي مهمة الكتاتيب في العصور الإسلامية. بالنسبة للمدارس بمفهومها الكبير والواسع، بدأ يزدهر عندي في القرن الرابع الهجري، يعني سنة 400 تقريبا هجريا، وبدأت تزداد ازدهار في القرن الخامس. طيب المدارس دي في مدارس أهلية وفي مدارس الدولة بتشرف عليها، مدارس أهلية ومدارس أخرى الدولة بتشرف عليها. إيه سبب ظهور المدارس؟ إن الحلقات في المساجد كثرت، مش بس المساجد بدأت تهتم بالعلوم الدينية، لا ده كان في علوم تانية كتير كان يلزم ليها مكان آخر غير المساجد. طب بيدرسوا إيه؟ بيدرسوا علوم طبعا دينية، ده في المقام الأول. علوم تانية زي العلوم الطبيعية، زي إيه يعني؟ هندسة، طب، والرياضيات. على سبيل المثال من هذه المدارس، مدرسة المستنصرية والمدرسة النظامية اللي كانت موجودة عندي في عهد الوزير نظام الملك الطوسي في بلاد الشام. طيب نيجي للمكتبات. طبعا المكتبات كانت عديدة، كان في مكتبات خاصة بالمساجد يعني ملحقة بالمسجد، في مكتبات عامة. من أشهر المكتبات العامة مكتبة بيت الحكمة في بغداد عاصمة الخلافة العباسية، مكتبة دار العلم هنا في مصر في القاهرة في عصر الدولة الفاطمية اللي كانت بأمر من الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله، اللي كان بيحضر إليها كتب عديدة جدا 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 في كل أنواع العلوم والآداب. وغير المكتبات المساجد والمكتبات العامة، كان في كمان مكتبات ملحقة بالمدارس زي المكتبة الظاهرية في دمشق بلاد الشام، والخلفاء بقى في بيوتهم طبعا مكتبات خاصة بيهم، مكتبات خاصة بالعلماء والأمراء والتجار. ونستخلص هنا جزئية، ازاي ان الخلفاء كانت بيوتهم بيها مكاتب يعني مكتب او مكتبات خاصة، ده معناه ان الخلفاء اعتنوا اهتمام كبير جدا بالعلوم. كمان التجار مش بس ان هو تاجر بيبيع ويشتري، لا ده تاجر مثقف، تاجر متدين، لان مكتبته طبعا فيها علوم دينية وعلوم اقتصادية وغيرها وغيرها. طبعا حركة الترجمة كان لها دور كبير جدا 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 في العصر العباسي اللي أدت إلى زيادة المكتبات وزيادة الكتب في الدولة الإسلامية. مع بعض هنبدأ نبحر في العلوم الإسلامية، والعلوم الإسلامية نوعين، علوم عقلية وعلوم نقلية. العلوم النقلية هي علوم زي العلوم الدينية، علوم الإنسانية والاجتماعية، وعلوم اللغة والأدب. طيب علوم عقلية دي زي العلوم التجريبية والتطبيقية، فلك بقى، طب، هندسة، رياضيات بأنواعها وهكذا. العلوم النقلية زي العلوم اللي بتستمد أصولها من نصوص الدين، بننقلها، يعني معنى كلمة نقلية يعني بننقلها من القرآن والسنة، مصدرها الأساسي هو القرآن والسنة. وكانت العلوم الدينية هي الاهتمام الأول في بداية الدولة الإسلامية وصدر الإسلام، زي علوم التفسير القرآن، علم اسمه علم القراءات، وعلم الحديث، وعلم الفقه. القرآن، قراءات،
حديث وفقه. طيب التفسير القرآني الكريم المقصود به فهم كتاب الله عز وجل المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه. ده الإيه؟ ده التعريف الشرعي ليها، أو التعريف اللي إحنا بيتداولوه أهل العلم، علم المراد بفهم أو فهم كتاب ربنا سبحانه وتعالى. واحد يسألني هو كتاب ربنا فيه من الصعوبة إن محتاج إن حد يفسره لنا؟ لأ، لكن بتعرف من العلم دوت يعني معاني الكلمات، وقت نزول الآيات، لأن كل حاجة بيكون لها طبعا سبب. في كتب كتير جدا اهتمت بالتفسير، أشهرها على الإطلاق في التاريخ الإسلامي تفسير الطبري وتفسير القرطبي اللي هو اسمه الجامع لأحكام القرآن، وتفسير ابن كثير. علم القراءات ده علم بيبحث في كيفية ترتيل آيات القرآن الكريم، طبعا مع دخول ناس أو أجناس متعددة في الدولة الإسلامية بدأ يعني يظهر علم القراءات عشان توصل للآيات صح وتوصل للناس صح، وهو ممكن يقرأ القرآن بأكثر من طريقة، وده علم كبير جدا جدا جدا. علم الحديث هو الأقوال وأفعال وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم، سواء خلقية أو خلقية، وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه عليه الصلاة والسلام، سواء الأحاديث دي منها ما هو صحيح يعني منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلماء الحديث هم أدرى بقى بسواء الحديث صحيح أو ضعيف، هل هو مكذوب يعني واحد دس الحديث دوت وعشان ليه مصلحة أو منفعة من الأحاديث. طبعا مش أنا ولا أنت، ده العلماء المختصين بيوضحوا لنا الكلام دوت من خلال علم الحديث. وأشهر الكتب اللي راوت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أكيد كلكم حافظينها وعارفينها لأن العلماء والشيوخ أو المشايخ بيذكروها على طول، كتاب الإمام البخاري صحيح البخاري وكتاب صحيح مسلم، عالم اسمه عالم مسلم والآخر اسمه عالم العالم البخاري، اللي جمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة ووضعوها في كتاب من جمعهم. علم الفقه ده بقى بيتناول الأحكام الشرعية، يعني زي أحكام الصلاة، الصوم، الزكاة، المعاملات، الحدود. طب العلم ده مصدره إيه؟ القرآن والسنة. طب لو في حاجات مش موجودة في القرآن ولا في السنة، ممكن حاجة اسمها القياس، يعني يشوف حاجة شبهها. طب ما فيش ده ولا ده، يبقى اسمه اجتهاد. عالم بقى النهاردة مثلا ما كانش في أيام مثلا النت مثلا على أيام الرسول، طب أو الفيسبوك أو الحاجات الحديثة، طب ده إيه حكمها في الإسلام؟ يطلع بقى عالم يجتهد ويقول مثلا رأيه، هل دوت ده حلال أم حرام؟ شروطه، نستخدمه ازاي؟ ده بيكون خلال حاجه اسمها ايه؟ الاجتهاد. طبعا العلم ده نشأ في حياه النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار ان هو معلم للمسلمين الاول، وكمان بعد وفاه الرسول بدأ الصحابه يعني ينقلوا اللي اتعلموه للناس من النبي صلى الله عليه وسلم، يعلموه للناس، وبدأوا يستنتجوا او يستنبطوا استنباط او استدلال او استنتاج احكام حاجات ما وردش فيها نص، فيقولوا ان الحاجه دي كان ممكن يحصل شبهها كده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا بدأ يظهر علم الفقه كعلم. طبعا في مدارس عديده للفقه سواء في مكه او المدينه او البصره، وطبعا خلال القرن الثاني الهجري بدأ يظهر فقهاء الاربعه، الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي، وطبعا كلكم عارفينهم وحافظين. طيب بالنسبة لتأثير الحضارة الإسلامية على أوروبا، طبعا أوروبا زي ما اتعلمت من المسلمين في الجانب الاقتصادي وتأثرت في الجانب الاجتماعي، ما ينفعش نعدي الأمر دوت كده وخلاص، لا لازم نوضح إن ونقول ان الطلاب الاوروبيين
لما اتصلوا بالمدارس والجامعات الإسلامية بدأوا ينقلوا أفكار فقهية وتشريعية لغتهم هم. يعني لو جينا بصينا لقينا القانون المدني الفرنسي بيتأثر أو ورد فيه بعض أحكامه من أحكام الفقه الإسلامي. كمان كان في مؤتمر عام 67 بيستشهد بما جاء في الشريعة الإسلامية من منع التمييز ضد المرأة، وإزاي إن الشريعة الإسلامية اهتمت اهتمام بالغ جدا بالمرأة ومن خلال حقها في التملك والميراث وما إلى ذلك. يعني هم تأثروا بينا في هذا الجانب من العلوم الدينية. طيب نيجي للعلوم الإنسانية، يعني العلوم الإنسانية زي الفلسفة، التاريخ وعلم الاجتماع وطبعا الجغرافيا. الفلسفة معناها حب الحكمة وعلم حقيقة الأشياء، وبدأ يعني خاصة في العصر العباسي بعد ما الدولة الإسلامية اتسعت اتساع كبير جدا وزادت مواردها، فبدأ الخلفاء العباسيين على رأسهم هارون الرشيد والمأمون يكلفوا العلماء المسلمين إن هم يترجموا الكتب الأجنبية للغة العربية. طيب من ضمن ما تم ترجمته من حضارات أوروبا كانت الفلسفة. ما يعني الفلسفة مش علم أصله إسلامي، ولكن هو علم يوناني تم ترجمته و اهتم المسلمين بيه من خلال جوانب التفكير المختلفة زي علم الكلام، التصوف، بدأ ينشأ مصطلح أو مفهوم معنى الفلسفة الإسلامية. طيب فلاسفة المسلمين ومفكرينهم وعلمائهم في هذا الجانب كثيرين جدا جدا جدا، زي ابن رشد والفارابي والإمام الغزالي. طيب بالنسبة لي طبعا ده ابن رشد والإمام والعالم الفارابي والغزالي. بالنسبة لي التاريخ معناه العلم اللي بيشمل الحوادث والوقائع العظيمة. بدأت كتابة التاريخ الإسلامي بكتابة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان في القرن الثاني الهجري. سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، الأحداث اللي حصلت في عهده، الغزوات، وبدأ يزدهر وينشط كتابة التاريخ الإسلامي في عصر العباسيين. طيب في مؤرخين عظام جدا 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 بدأوا يؤرخوا للدولة الإسلامية ويكتبوا الأحداث اللي بتحصل، وعلى رأسهم طبعا الطبري كذلك ابن الأثير، وليه كتاب مشهور جدا اسمه الكامل في التاريخ. في مؤرخين بقى كانوا في مصر وعايشين في مصر بيكتبوا عن تاريخ مصر بشكل خاص زي ابن عبد الحكم وزي المقريزي. بالنسبة للجغرافيا فالمسلمين اهتموا جدا 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 من خلال رحلات العلماء والتجار المسلمين، بدأوا يوصفوا البلاد اللي زاروها ويرسموا رسومات مبدئية للخرائط. من أشهر علماء الجغرافيا ابن حوقل والإدريسي. أما علم الاجتماع فده ينسب للدولة الإسلامية إن هم أو الحضارة الإسلامية وضع الفكرة الأولى لعلم الاجتماع من خلال العالم العربي المسلم ابن خلدون، مؤسس علم الاجتماع، ومن خلال دراسته للعمران البشري وضع اللبنة الأولى لدراسة هذا العلم، علم الاجتماع. طيب نيجي لعلوم اللغة. اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، هي المشكل الأساسي للحضارة العربية والإسلامية، وأقبل على تعلمها حتى غير العرب وكمان غير المسلمين لفهم وتعلم الحضارة العربية والحضارة الإسلامية. اللغة علومها عديدة زي النحو، في علم اسمه علم العروض، والأدب العربي كذلك المعاجم. علم النحو من أهم من كتب في علم النحو وأشار إليه طبعا أبو الأسود الدؤلي، وتم تطويره على علماء آخرين على رأسهم طبعا العالم العظيم سيبويه. طب نشأ إزاي إن بدأت اللغة
يحصل فيها تغير، بيسموه العلماء اللحن في اللغة. يعني بدأ الناس العرب بدأت ينطقوا بعض الألفاظ غير أو الكلمات غير سليمة، على الرغم من العرب هم أصل اللغة، وكانوا بيولدوا عارفين، مش محتاجين حد يعلمهم قواعد اللغة. ولكن نتيجة إن في بعض العرب اختلطوا بناس غير عرب، فبدأوا هم نفسهم يخطئوا في البنية الأساسية للغة وهو النحو. فكان أبو الأسود الدؤلي بيضع القواعد الأساسية والمعروفة في علم النحو، وتم تطويره على يد سيبويه. طيب نيجي لعلم آخر اختص بالشعر، اسمه علم العروض. ده علم أوزان الشعر. علم أوزان الشعر، بيت شعر من الأشعار اللي حضرتك بتدرسها بيتم تقسيمه لمقاطع مختلفة. وأشهر من كتب في هذا العلم ويعتبر الأب الروحي لهذا العلم هو الخليل بن أحمد الفراهيدي، اللي قسم الشعر العربي إلى 16 بحرا من بحور العلم. نيجي لجزء آخر وهو الأدب العربي، سواء دوت متمثل في الشعر أو النثر. من أشهر الأدباء العرب اللي ساهموا بشكل كبير في المكتبة الإسلامية من خلال الشعر والنثر كان طبعا الفرزدق في الشعر والجاحظ في النثر. طب هل الحضارة الإسلامية كان لها تأثير على أوروبا في مجال اللغة أو الأدب؟ طبعا الغرب وخاصة الشعراء الأسبان تأثروا تأثر كبير جدا بالأدب العربي. القصة الأوروبية أثرت بفن القصة العربي، يعني الأديب الكبير الأوروبي شكسبير في مسرحيته اسمها العبرة بالخواتيم اقتبس بعض الأجزاء من القصص العربية المعروفة بألف ليلة وليلة. حتى دانيتي في كتابه اسمه الكوميديا الإلهية اتأثر برسالة الغفران للأديب العربي أبو العلاء المعرفي. هو اسمه كده أبو العلاء المعرفي. طيب العلوم العقلية أو العلوم التجريبية زي بقى الطب والكيمياء والصيدلة والرياضيات وغيرها، فكان المسلمين تقدموا فيها تقدم بالغ جدا جدا جدا. ولغاية دلوقتي الدول أوروبا والجامعات الأوروبية بتاخذ بنظريات المسلمين في هذه العلوم. الطب ربنا سبحانه وتعالى أمر الناس إن هي تبحث عن الدواء في حال تعرضها للمرض، والواحد بيؤمن بقضاء ربنا، بس برضك لازم الإنسان ياخد بالأسباب ويتداوى. من أشهر الأطباء العرب والمسلمين الرازي والزهراوي وابن سينا وابن النفيس، طبعا يوحنا بن مزوي. الحضارة الإسلامية ساهمت بشكل كبير جدا 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 في مجال الطب والصيدلة. المسلمين أنشأوا المستشفيات، واللي هي بتعرف في الحضارة الإسلامية بلفظ البيمارستان. أول مستشفى إسلامي أنشأها الوليد بن عبد الملك في عصر الدولة الأموية لعلاج الجذام، وهو مرض من الأمراض الجلدية. المسلمين كمان كان عندهم أطباء متخصصين في العيون، الجراحة، أمراض النساء. كان في عمليات جراحية زي الولادة القيصرية، زي خاصة الجروح. ابن النفيس طبعا عالم كبير جدا 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 في مجال الدورة الدموية في جسم الإنسان. المسلمين عرفوا المخدر، عشان لو حد داخل عملية ومش حالته الصحية ما تقدرش إن هو يستحمل العملية، فاستخدموا المرقد، كان بيسموا المخدر المرقد، يعني بيخلي المريض يرقد لفترة فاقد الوعي من أجل إجراء العمليات الجراحية. عالجوا الشلل والمياه اللي في العيون بتأثر على الرؤية. كمان عرفوا الطب الوقائي، اللي هو الإنسان بيقي نفسه من بعض الفيروسات أو الجراثيم أو
الأمراض المعدية، ده بيتسمى بالطب الوقائي. من أشهر من كتب في الصيدلة في الحضارة الإسلامية كان العالم ابن البيطار، مؤلف كتاب مشهور جدا 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 اسمه جامع مفردات الأدوية. طيب طبعا دي نموذج ليه ازاي الطبيب واخلاقه زي الرازي اللي كان مهتم بالمرضى الفقراء، كان عنده طبعا الطبيب لازم يكون عنده جانب انساني، بيعالج المرضى مجانا. الف كتاب اسمه كتاب طب الفقراء، وصف فيه الامراض واعراضها وازاي تتعالج الامراض دي، والف كتاب سماه كمان اخلاق الطبيب، ازاي العلاقة بتكون بين الطبيب والمريض والعلاقة بين الطبيب وزملائه. نيجي للعلوم الطبيعية، العلوم اللي فيها تقدم واضح جدا 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 للمسلمين، زي علم الكيمياء. يعتبر جابر بن حيان العالم العظيم مؤسس العلم الكيمياء. المسلمين استخدموا علم الكيمياء في ان هم اكتشفوا الكحول، استخدموا كمان النشادر، عرفوا تركيب الادويه، مستحضرات المعادن من خلال علم الكيمياء، صنعوا الورق وتنقية المعادن. كمان المسلمين اهتموا اهتمام بالغ بالفيزياء. ازمه الطلبه دلوقتي مادة الفيزياء، رغم ان المسلمين كانوا بيهتموا بيها اهتمام كبير جدا جدا جدا، حتى الكتب بتاعت العالم اليوناني ارسطو او ارشميديس المسلمين ترجموها وترجموا الكتب الطبيعة بتاعتهم. المسلمين اضافوا العلم ده، يعني على سبيل المثال اضافوا لعلم الصوت، فاول ناس قسموا العلم ده الى جزئين، حاجة اسمها علم البصريات، وده طبعا الحسن بن الهيثم وأبو يوسف الكندي من أول الناس اللي كتبوا في البصريات، حتى نيوتن المعادلات بتاعته في قوانين يعني القوانين المختلفة والجاذبية وغيرها، كان متأثر بإسهامات العلماء المسلمين زي ابن سينا وزي هبة الله ابن ملكة البغدادي. نيجي لعلم الجيولوجيا، المسلمين عرفوا تفسير بعض الظواهر الطبيعية، الصخور أنواعها والجبال وأنواع الجبال والمعادن ومناطق تركزها، عرفوا تفسيرات علمية لبعض الظواهر الجيولوجية زي الزلازل والبراكين، حركة المد والجزر، ووصف طبعا ايه سطح الأرض والعوامل المؤثرة في سطح الأرض. هنكتفي بهذا الجزء في هذا الفيديو، على أنكم إن شاء الله في الجزء الثاني، وانتظرونا إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.